أي صحيح مقارنات ما بين طبعا، ولادنا مرفوضة وولاد الآخرين هتكون مرفوضة. ظلمة وغير عادلة، لسبب لأنه ممكن ولادنا يكون عندهم ميزة ربنا ميزهم بيها غير الباقيين اللي احنا بنتكلم عليه، علينا احنا مقصرين معاهم ان احنا ما شفناش مهاراتهم الحقيقية وإمكانياتهم الحقيقية. فمن الظلم الحقيقة ان احنا لا نقارنهم بحد ولا نقعد طول الوقت محملينهم هم انه فلان احسن منك وفلان صحيح. عمل وفلانة سوت، ده حرام. طيب برضو الدكتور تامر قال كلمة مهمة يمكن على طول أنا سمعتها وترجمتها، اللحظة دي لحظة ظهور النتيجة ورد فعل الأب والأم تجاه هقول الطفل لأنه لسه متمش 18 سنة أو المراهق خلينا نقول، بتبقى مهمة وبتفصل ما بين اللي فات واللي جاي. إيه أكتر الأزمات النفسية اللي حصلت من خلال مشاهدات حضرتك نتيجة سوء تصرف الأب والأم بعد ظهور نتائج الثانوية العامة وترتب عليها أزمات نفسية أدت إلى مضاعفات نفسية إلى مشاكل نفسية أو اضطرابات بعد كده؟ طيب هو ناخد بالنا بس انه ده بيكون بنسميه عندنا في الطب النفسي رياكشن تو فرستريشن او رد الفعل للاحباط. بيبقى مشحون الطالب بافكار انه محتاج يدخل كليه طب او محتاج يدخل كليه هندسه، محتاج يجيب مجموع عالي ومستني ده من الاهل ان هم يعملوا له ابريشيشن ويقدروا المجهود اللي بذله وبتاع، وبعدين يفاجئ ان المجموع قليل فهنا يدخل في مرحله الاحباط، يبدا الاهل كمان يتعاملوا بطريقه سيئه مع الطفل ده او المراهق ده فيخلوا الامور تسوء اكتر. فيبدا بقى يعمل ردود الفعل الاحباط، ردود الفعل الاحباط دي ممكن منها انه يدخل في اكتئاب طبعا، يعني دي حاجه من الحاجات المهمه جدا. وممكن يدخل في اعراض ذهنيه، يعني ممكن يدخل في طلبه الثانويه في خلال السنه الدراسيه بشوف طلبه كتير بسبب ضغط الدراسه بيخشوا في اعراض ذهنيه ويجوا لي في حاجه اسمها نوبه ذهنيه حاده او اضطراب فصام الشكل بسبب الضغط النفسي وان هم عندهم في العيله جينات الفصام، جينات مرض الفصام، فيخشوا في اعراض ذهنيه. او انه الطالب يقرر انه انا كده كده مش فارق والدنيا خربانه، انا عملت حلو عملت وحش ما هو مش عاجبهم حاجه، انا بذلت مجهود فما فيش نتيجه، فيقوم ضربها صارمه زي ما بنقول ومكبر دماغه خلاص من الموضوع يفقد. او بالظبط كده، او يتجه لتعاطي مواد مخدره، او انه يبدا يمشي مع شلل يحاول ان هو يهرب من الواقع اللي هو فيه ده. بالظبط كده، فهو رايح في سكه تانية خالص عشان يبعد عن الاحباط ويحاول ينقذ نفسه من الاحباط. فاحنا عندنا ردود افعال الاحباط كتيره كلها خطر واخطر من بعضها. عشان كده احنا لازم ناخد بالنا ان انا مش عايز اخلي الطالب يدخل في الاحباط. اشهر حاجه بتحصل بقى انه يكمل ويخش الكليه ويبدا يسقط في الكليه، سواء الكليه دي كانت كليه كويسه او كليه مش كويسه، سهله او صعبه، هو في الاخر دخل كليه مش اللي هو مستنيها، دخل كليه زي تجاره مثلا وهو كان شاطر ومجتهد وبيسقط في كليه التجاره. فالاهل يبقوا مستغربين، ده احنا كنا بنحضره انه يدخل كليه الطب ودخل تجاره وبيسقط، امال لو كان دخل طب كان ايه اللي حصل؟ هو الفكره انه الاحباط هو اللي وصله لكده، فدخل الكليه ما عندوش شغف للمرحله القادمه وبدا ما يهتمش بالدراسه وبدا ما يفكرش فيها وبدا يدور على اي حاجه تخليه يهرب من الاحباط اللي هو عايشه في البيت، فيبدا يسقط وتبدا الامور تبقى اسوء والاهل يبقوا مستغربين ايه اللي بيحصل. انا عندي بالمناسبه طالب كان نفسه يدخل كليه الطب وما دخلش كليه الطب، دخل اسنان، يعني مش نهايه الدنيا، ومع ذلك هو سقط في الكليه وهو ما كانش مهتم بالدراسه في اسنان وحاسس ان حياته انتهت بمجرد ما فقد الحلم بتاعه اللي هو حلم كليه الطب. ودي المشكله بقى، ان احنا حاطين له خطه واحده وما عندناش خطط بديله. بالزبط. احنا طول الوقت بنفكر في اتجاه واحد، لازم التفكير يبقى بمرونه، لازم لازم التفكير يكون بمرونه ويكون عندنا خطط بديله طبعا. يعني انا لو ما دخلتش دي ممكن ادخل حاجه تانية تؤدي نفس ما ده دكتور وده دكتور، يعني وزير الصحه المصري طبيب اسنان مش طبيب بشري. فبالعكس ده احنا ممكن نوصل لاعلى المراتب في طب اسنان، ومع ذلك هو محبط لدرجه انه بدا يسقط اكتر من سنه في الكليه مع انه كان متفوق جدا. صحيح، الاختيار المهم جدا. دكتور تامر برضو زي ما قلت لحضرتك في الاول، مش معنى المجموع الضعيف ان هو نهايه المطاف، ومش معنى المجموع الكبير ان هو هينجح زي ما دكتور بيقول. بالزبط. يعني انا وديته بقى مجموع كبير وراح في حته كبيره قوي عليه وعلى امكانياته. صحيح. دي برضو حته لازم نفهمها، دي حته تربويه 100% ممتازه. اللي انا يمكن ابني يجيب مجموع ويجيب مجموع عالي جدا ويخش مكان على الرغم ان هو يتلائم مع مجموعه ويسقط فيه. طب حضرتك ما فكرتيش في حته نسبه النجاح في كليات الطب في جنوب مصر 20% و10% والكلام ده كله؟ فهنا الطالب قد يحقق طموح الوالدين في الحصول على مجموع عالي ويخش بناء على طموحاتهم هما وليس طموحاته الشخصيه كليه عاليه ولا يوفق فيها.